بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع حلقة جديدة من برنامجكم لماذا تركت الوهابية، مع التذكير دائما بضرورة إرسال الرسائل لكل من خرج من هذه الفرقة الضالة وعاد إلى حياض أهل السنة والجماعة، نصحا لإخوانه المسلمين وبيانا للحقائق. أخونا الفاضل يقول: أنا فلان، مهندس مصري، عمري 25 عاما، ولدت ونشأت في مكة المكرمة، ودرست في مدارس الوهابية، وكنا نربى على كره الدولة العثمانية وتمجيد خروج ابن عبد الوهاب عليها، حتى إن كنا ندرس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في صفحتين، ودي وسيرة محمد ابن عبد الوهاب في 11 صفحة. وبداية احتكاكي مع القوم يوم كنت في الصف السادس الابتدائي، وكنت أقرأ آية يد الله فوق أيديهم، ثم طلب مني المدرس أن أفسرها، وحينها لم أكن في مدرسة شرعية وإنما في مدرسة عادية، ولم أكن مهتما بالعلم الشرعي، ولولا أن طلب مني ذلك لما تجرأت على تفسير كتاب الله تعالى. ففسرت الآية بفهمي البسيط للغة العربية، وقلت معناها أن قوة الله فوق قوتهم، فإذا بالأستاذ يستهزئ ويقول لي: طبعا لأنك مصري. الله قال له يد، يصير له يد. ثم بعد ذلك قال: لماذا تذهبون، أي أنتم المصريون يعني، وتوقفون، لماذا لا تذهبون أيها المصريون وتوقفون الناس عن عبادة قبور السيد البدوي وغيره؟ وحينها أيضا درسنا أن سكان مكة والمدينة وغيرها من المدن كانوا يعبدون القبور، وكانوا على شرك عظيم، حتى أتاهم عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب يعني، وعرفهم الدين الصحيح. ولم أذكر أننا كنا نعلم أنه حارب القبائل وأراق دماءهم، ولكن بعض العوائل العريقة كانوا يحكون تاريخ أجدادهم والمجازر التي حدثت، كانوا يحكون هذا سرا، ولكن تظل حكايات مجالس لا دليل على صحتها ومدى المبالغات فيها، حتى سافرت مصر وفي ذهني أنني سأقابل علماء لا يفقهون شيئا، يشركون وهم يدينون بدين التوحيد. وكنت أحتقر وأزدري كل شيخ لم يدرس على شيوخ السعودية، حتى التزمت بمواعظ دعاتهم كمحمد حسان وغيره، وإذ بي أصطدم بالمداخلة وأجدهم لا يتركون أحدا إلا بدعوه، وقصروا الدين الصحيح على ثلة صغيرة جدا، حتى اكتئبت حينها جدا، حين رأيت أناسا لم يتركوا شيخا إلا استحلوا غيبته وبدعوه، وهم يرفعون راية المذهب الذي أتبعه. كل هذا كان مراحل عاطفية أودت بي إلا أني علي أن أستمع من الجميع، وأن أرى مذاهب المسلمين وأتبع أعقلها، وإن كنت حتى سأتشيع، يعني يقول أبحث عن الحقيقة حتى لو مع الشيعة. وحينها فعلا فتحت عقلي لكل المسلمين الذين كانوا يقسون على تبديعهم، هكذا يكتب، يعني في يعني يبدعونهم بقسوة، وبعض الأحيان يكفرونهم. نعم، هذا التكفير ليس عندنا، عند بعض الفرق التي هي على شكل الوهابية. وقرأت للشيعة وسمعت للدكتور عدنان إبراهيم، وتعلمت النحو والتفسير، وبدأت أقرأ قليلا في العلم الشرعي، إلى أن آل بي المقام، إلى أن أتبع مذهب جمهور علماء المسلمين في العقيدة، وأنا أقلد مذهب الإمام الأعظم في الفقه ما استطعت، ومذهب فتوى علماء الأزهر. وبعد ما قرأت، فإن بعض ما صدني وردني عن مذهب الوهابية بعدما حررت عقلي كانت النقاط الآتية، على سبيل المثال الحصر: كرههم لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، الإمام السلفي التابعي رضي الله عنه،
واحتقارهم لهذا الإمام، وبعضهم يبدعه وأكثرهم أدبا يقول إنه أدنى المذاهب استحقاقا للاتباع وحديثه ضعيف. طبعا أبو حنيفة إمام الفقه وهؤلاء جهلة، أن للجاهل أن يفقه وحديثه ضعيف، واتهموه بالإرجاء ونقلوا روايات ضعيفة من خصومه وأقرانه ونشروها وآذوه واستحلوا غيبته، واتبعوا اتهام الشيعة إياه بأنه كان يقدم رأيه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحم الله إمامنا وعظم أجره. ثانيا، ضعف ردهم على شبهة نزول الله تعالى بقولهم هو نزول لا كالنزول، فلم أفهم ردهم، ووجدت علماءنا قد ردوا على الشبهة قبل أن تطرح، ونعم الرد ردهم. اتباع إثباتهم صفة الهرولة لله تعالى الله وتأويلها للبشر، ترقيعهم لمعجزة بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بفتح القسطنطينية على يد إمام صالح، فرقعوا معنى الحديث وحملوه ما لم يحتمل، حتى لا يقروا بفضل إمام سني حنفي ما تريدي. ذمهم مذهب التفويض، وهو المذهب الظاهر الجلي للسلف الصالح ومذهب أغلب العوام. إنكارهم لحقيقة جلية ومكابرتهم فيها، وهي أن معظم علماء المسلمين وقادتها الصالحين كانوا أشاعرة وما تريدية. مغالاتهم في عدم التأويل حتى أثبتوا صفات كانت تشكل علي وتطرح الشبهات في قلبي دون أن يلقيها أحد، كعدم تأويلهم الساق والضحك. اتخاذهم مذهبا جامدا في الفقه وعدم احترام أقوال الأئمة الأربعة وتقديم فتاوى شيوخهم المعاصرين عليها. تغاضيهم عن قاعدة أصيلة في النصح والإرشاد، وتماديهم في الإنكار على مختلف على أمور مختلفة فيها كأسبال الثياب. الضعف العلمي عند مقارنتهم بعلماء الأشاعرة وغيرها. جفاؤهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمت ذلك إلا لما رأيت الصوفية كيف يزرعون حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. تطاولهم على العلماء جميعا ووقوعهم في بعض، واتهامهم أنفسهم بالبدعة، وقولهم إن العاصي الوهابي خير من العابد الأشعري، انقطاع سند مجالسهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعوار هذا المنهج له نواحي عديدة، ولم يكن الترك بسبب واحد، أن مذهب هين ليس التهاون، إنما أنه مذهب هين. هذا المذهب يعني هزال هذا المذهب مع عظم مذهب أهل السنة والجماعة، معا يقودان كل منصف إلى طريق وحيدة. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، وأدامكم الله ذخرا وحسنا لهذا الدين. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. يعني تقريبا من 13 سببا، وهي كافية، وكثير من علماء أخواننا السابقين ذكروا مثلها أو بعضها. وهذه معاناة حقيقية بدأت منذ الطفولة، والحقيقة الذين وجدتهم هكذا قليل، يعني تربع الوهابية وتشربها مع مخالفتها للفطرة، لاحظ، هو يفسر يد الله فوق أيديهم كما يفسرها كل طفل في المسلمين قبل أن يتلوث باللوث الوهابية، فيهزمون به ويضحكون ماذا وهم يقولون في الصباح والمساء دين الفطرة. دين الفطرة يعني الله تعالى له أيدي وأرجل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أنتم معطلة. أي معطلة يا أخي؟ لا تثبتون الصفات، الصفات نثبتها بلا شك، هذه أعضاء ليس الصفات، نحن لا نثبت الأعضاء بلا شك، كما قال لنا السلف، كما قال الطحاوي الذي تحاربونهم. ثم مصيبة الوهابية الكبرى التي تورطوا فيها، وما ذاك إلا من الله العلي الكبير سبحانه وتعالى، وهو ظهور التيار المدخلي، وهو بمثابة المضاد الحيوي، يسمونه ماذا؟ العلاج الحيوي أو المكافحة الحيوية، شيء من جنس الحشرة يقدم فيقضي عليها دون أن تستخدم الكيميائي، دودة القطن يأتون لها بدودة أخرى تأكل بيوضها فتنتهي دودة القطن،
بهذه الطريقة التيار المدخلي قام يستأصل الفكر الوهابي ويساعد على تشظيه. بعض إخواننا من فرنسا ممن حضر مجلس ربيع المدخلي قال حينما حضرت مجلسه كل واحد من الحاضرين يضع على رأسه الطير ويخاف أن يبدع في ذلك المجلس، فبعضهم يبدع بعضا والتشظي مستمر. لم تتفرق الوهابية، هذا التفرق الكبير جدا كشأن السلف من الخوارج، إلا بعد أن ظهر التيار المدخلي، والتيار المدخلي ظهر بعد أن فشل الوهابية التقليدية وعلى رأس ابن باز في المحافظة على نواقض الإسلام، حيث تسهل لهم في ناقض من النواقض، فجاءت النواقض الأخرى على البيعة فرض عقد سبحتهم. فالتيار المدخلي مهم جدا ونحن نحتاجه جدا، نحتاجه لأنه هو اللي نعم يشتمنا ويسيء إلينا، هذا شيء طبيعي، ولكن هو الذي فسح المجال ويسر السبيل للقضاء على الوهابية، وقد تم القضاء بفضل الله تعالى، هي بقية باقية. لأن الدعوة العريضة التي كانوا يرفعونها زمان، نحن أنتم أربع مذاهب وأشعرية وماتريدية شاذلية كذا رفاعية قادرية نقشبندية، فرقتم المسلمين. الآن تعال أعطيك جامية سرورية بدل إيش؟ جامية سرورية مدخلية مخرجية بدل مذاهب المسلمين المعتمدة. فكانت هذه هي النتيجة، والحمد لله رب العالمين.